بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت ان التقي ببعض المشاركين في مسيره شبه ذات الاسم الكريم. ذكر السعدي والله اخر مشاركه كان الفريق قبل ثلاث اسابيع اقام مسار رياضي سياحي في قريه ولايه سمايل ما شاء الله وما يقارب 140 مشارك. كان هو يفترض انه يكونوا 102 مساري 51 يمثلوا الحدود 51 لكن من كثر الطلبات اضطرينا ان نفتح ولكن كان المسير بالمناسبه. الله يوفقكم ويديكم بالصحه. الاسم الكريم سالم الاغلاط. ما هو انطباعك الاخ سالم بعد هذه المشاركه؟ ما شاء الله صراحه كان مسار جميل جميل. وانت اسم كريم مازن هناك. مازن رسالة تحب ان توجهها للاخرين؟ رسالة في الرياضة وهذا يعني جميل. وفقكم الله وبارك الله.